صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وخلونا نبدأ مع حضراتكم جولتنا الإخبارية اللي فيها مجموعة من الأخبار الهامة التي حدثت بالأمس، ويمكن أبرزها وأهمها إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر في مدينة الصالحية الجديدة. كمان وجه سيادته بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، اللي يمكن قال السيد الرئيس إن بمجرد ما تقنن الأوضاع القانونية لهذا الصندوق هيتم صرف يعني منحة تقدر ب 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع موسع لبحث الإجراءات اللي بتتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، والحكومة أيضا نفت إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفالية عيد العمال من الشرقية بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة، وكرم الرئيس عدد من قدام العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدام العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة. امبارح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية ليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام وبما يعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. ووجه سيادته بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وقدرها 1000 جنيه. امبارح وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تحية لكل عمال مصر في عيدهم، وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقي للتنمية والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع موسع لبحث الإجراءات اللي بتتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن كافة الجهات المعنية بالدولة بتتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان، وأيضاً في ضوء علاقات الأخوة والأواصر التاريخية والأزلية اللي بتربط شعبي مصر والسودان. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأنه هيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقررة وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022-2023. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها تنفيذ أعمال توسعة الطريق الساحلي وتعديل خطوط المياه في مطروح، واستقبال أكثر من 23 ألف طن من القمح في الصوامع والشوان في الغربية. خلينا نروح بقى لي من الغربية للإسكندرية، لأن امبارح تم تنظيم جلسات تخاطب لذوي الهمم بالمجان في مراكز شباب الإسكندرية. كمان في محافظة أخرى كان في بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع الجيش أمام استاد المنصورة في محافظة الدقهلية تحديداً، وخلونا نعرف أخبار أكتر في باقي محافظات الجمهورية من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من مطروح اللي أعلنت فيها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تنفيذ أعمال توسعة الطريق الساحلي وتعديل خطوط المياه وأساليب تغذية المدينة والقرى الساحلية بمعرفة إدارة المياه. وأكدت الشركة أنه لن يتم فصل المياه عن أي مشترك أو تجمعات سكنية، وهيتم مد خطوط بديلة لتغذية المشتركين.
في بورسعيد أعلنت المحافظة أنه هيتم فتح جبال الملح أمام زائريها بداية من يوم الجمعة اللي جاي، وده في إطار خطة المحافظة لعودة الرواج السياحي لمدينة بور فؤاد وتنشيط رحلات اليوم الواحد وتحقيق الاستغلال الأمثل لمقاومات محافظة بورسعيد السياحية. في كفر الشيخ أعلن مجلس مركز ومدينة دسوق على الدفع بأربع أتوبيسات وعشرين سيارة من خارج الخط لنقل طلاب الجامعة والموظفين والركاب المتجهين من دسوق إلى كفر الشيخ، وده بهدف تحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً. في الغربية استقبلت مواقع التخزين بالمحافظة 23,946 طن من القمح المحلي، وده داخل 22 موقع تخزيني بكافة مراكز ومدن المحافظة، وهيستمر موسم التوريد لحد نهاية شهر أغسطس القادم. في الإسكندرية نظمت مديرية الشباب والرياضة جلسات تخاطب مجانية لذوي القدرات والهمم بإشراف نخبة من كبار الأخصائيين المتخصصين في المجال، وده في إطار الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع. في البحر الأحمر أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب فتح باب المشاركة في مسابقات دورته الأولى اللي هتقام خلال الفترة من 21 ولحد 27 سبتمبر المقبل. بيضم المهرجان ثلاث مسابقات للفيلم الطويل والقصير، روائي ووثائقي وتسجيلي، إضافة إلى أفلام الطلبة، بخلاف الجائزة الخضراء اللي هيحصل عليها الفيلم اللي بيدعم فكرة الحفاظ على البيئة. فأسوان بتشهد المحافظة وضع اللمسات النهائية لأكبر مركز للغسيل الكلوي، واللي بيضم 41 ماكينة غسيل كلوي بمنطقة المسلة الناقصة، واللي بيعد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أسوان، والمخطط فرشه وتجهيزه نهاية الأسبوع الحالي تمهيداً لتشغيله تجريبياً منتصف الأسبوع القادم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. في الدقهلية أعلنت المحافظة وصول تشوينات الأنترلوك وبلاطات الأرضيات والبوردرات لبدء التنفيذ لأعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بالكامل أمام استاد المنصورة وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلومتر، وكمان تطوير كورنيش ترعة المنصورية أسفل كوبري سندوب كمرحلة أولى.